السلام عليكم، أهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. سعداء جدا أن نلقاكم في هذا العدد الجديد من برنامج في 90 صحة. عيدكم بعد السهرات الرمضانية، المشوار يتواصل مع برنامج في 90 في هذا العدد. سنتوقف عند البداية المتعثرة لنوادينا قاريا شبيبة القبائل التنازم أمام الترجي التونسي بملعب 5 جويلية، هزيمة قاسية لشباب الوزداد أمام نادي صن داونز في انتظار اتحاد العاصمة والأمل المعلقة عليه في منافسة كأس الكاف. في هذا العدد سنعود أيضا لنتوقف عند المباريات المتأخرة وتسويت رزنامة الرابطة المحترفة الأولى، كأس الجمهورية الموعد يتجدد الأسبوع القادم ومباريات مثيرة في البرنامج. الختام سيكون مع اللفتة الرائعة من المنظمة الوطنية للصحفيين والدورة التي حظيت بمشاركة كبيرة ولقت رواجا ونجاحا تكريما للأسماء التي غادرتنا هذه السنة. طبعا هذا هو طبق العدد 17 من برنامج في 90 الذي يحضره مصطفى كويسي. أهلا مرحبا مصطفى. أهلا وسهلا محمد زكريني، صح عيدك. عيدك مبارك وضيوفنا الكرام، عيدكم مبارك، الشعب الجزائري، الجالية الجزائرية، كل الأمة الإسلامية، عيدكم مبارك. عيدك مبارك مصطفى. عيدك مبارك لحسن حظ موجود زكريني ذكرنا. جبل نعمون تحياتنا، صح عيدك، كل عام بخير. عيدك مبارك كريم، عيد مبارك محللي القناة، وعيد مبارك كل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية. حسين ياهي مرحبا وصح عيدك. شكرا مرة أخرى، عيد مبارك لك ولكل إخوان ولكل المواطنين داخل الوطن وخارج الوطن. شكرا لكم سادتي جميعا. إذا ستكون هكذا جلسة كروية خفيفة تحليلية ومعها الكثير من الصور والبداية. طبعا هيكل، نبدأ مع الحدث. الحدث إذن وقارب بالنسبة للنوادينا مع دخول شبيبة القبائل وشباب الوزداد مباريات الدور الربع النهائي. شباب الوزداد هزيمة، كيف نسميها، قاسية غير متوقعة رغم صعوبة المنافس في سيناريو غير عادي. بعد لحظات هيكل وطارق، إن أمكن نربط الاتصال بزميلتنا وسيلة بطيش إذا كان بإمكانها أن ترصد بعض التصريحات، وأيضا سنتابع حتما ما سيقوله نبيل الكوكي بعد هذه الهزيمة القاسية وفشل لا نقول فيها مباراة عودة، ولكن الأمور تكون محسومة. لا أكيد أن يعني نقدر نقول أن التأهل يعني خلاص، يعني نقدر نقول البطر كما راح، يعني عندما تخسر بنتيجة 4-1 يعني بالنتيجة والأداء، هذا هو الإشكال. لو يعني شفنا أداء ربما نقول يعني راقي لشباب الوزداد ربما نقول، ولكن حتى لا أحد كان يتوقع لم نكن غير منتظرة تماما، الشد المتشائمين ما كاش يتوقع والله العظيم، نقولها بكل صح، ولا واحد فينا هنا ولا حتى نظن في الخارج ما كان يتوقع هذه النتيجة، وخاصة الأداء، لأن لازم نركزوا على شفنا وقلت لك أنا في بداية يعني في نهاية الحصة المباراة قلت لك أن قضية مستوى. اليوم شاهدنا حقيقة مستوى يعني تاع فريق عالي لربما نزيد أنا نزيد لا بالطبع شباب الوزداد كان ممكن أن تكون يعني شباب الوزداد ما نساوش. لا اليوم ما عندك، ما نقدروش نتكلموا، ما تقدرش يعني تكلم أن يعني أعطونا الدرس سيطرة بالعرض والطول وفي كل الميادين كريم، تقنيا بدنيا تكتيكيا، واش راح تزيد فوق هذه؟ ما نقدروش نزيدوا حاجه فوق هذا. بطبع الاسباب راح تكون يعني اسباب لازم نخلصوا الدروس، ولكن اليوم الشوط الثاني تكلمنا على الشوط الاول، الشوط الثاني يعني تبقى الاصل للشوط الاول، يعني ولا شيء تغير، نفس الهجومات نفس الفرص. اذا نتيجه مستحقه لسان داونز، واللي نقول لك اليوم يعني عطاو نظرة أنهم يعني قادرين، ونقدرنا حتى أنا نقدر اليوم نمضي أن ربما هم المرشحين الأولين لكسب يعني كأس إفريقيا. سؤال واضح صريح مباشر جابر نعمون، ماذا حدث لشباب الوزداد؟ ثانيا تكلم مصطفى، ولكن أن تخسر بهذه الطريقة ليس فقط قوة منافس،
قضية أنك أخطأت في أشياء ما. وي. وي. لأنه دور المجموعات شيء وي. والإقصاء المباشر شيء آخر. في السؤال تاعك ماذا حدث بالضبط؟ هنا يجي تساؤل آخر، هل درس الكوكي سان داونز؟ هذا السؤال. وين راح يدير الاناليز فيديو؟ احنا كمحللين ماناش كمدربين تاع شباب بلوزداد، اعلموا جيدا ومسبقا انه لو يلعب شباب بلوزداد الاستحواذ سينهزم، لانه ما تقدرش تستحوذ امام فريق يلعب لو بريسينغ او. ونزيدك حاجه اخرى باش الجمهور الجزائري يثقف، ماشي لو بريسينغ او، لو بريسينغ لو كونتر بريسينغ، منين يفقدوا الكره بريسينغ معاسك المعاكس، المعاكس. الضغط العكسي او الضغط المعاكس ما معناه هو استرجاع الكره في اي منطقه في الميدان، يفقدوها في منطقتهم ولا في منطقه الخصم. انت فريق مدير لك الضغط، وشفتوا في المباريات السابقه، وكاين كريم واحد الحاجه، الاحصائيات والاستاتستيك والاناليز فيديو اللي طورت بها كره الحد القدم الحديثه، الاحصائيات الهدف منها، الهدف منها ما هو؟ هو صياغه حصص تدريبيه باه كونتري ذلك الفريق. انت قلنا انه فريق سان داونز يهاجم حتى خارج ميدانه، انا الاسبوع الفارط واش قلت لك؟ يهاجم حتى خارج ميدانه. انت فريق راح يهاجمك، واش دير؟ ما تستحوذش على الكره، كتل دير تكتل بها ودير الخطه التي تعاكس ذلك النظام. هو انت ايكيب تاتاكيك، هو يستحوذ على الكره يسترجع بها، لانه كان ما كملتش واحد الفكره في قبل الشوط، قلت لك كاينه واحد الحاجه يعيطوا له باللغه الانجليزيه ماب اوف جولز، باللغه بالعربيه معناه خريطه تسجيل الاهداف. لو تدخل لي ستاتستيك تاع خريطه تسجيل الاهداف تاع سان داونز، الاهداف التي سجلت في 14 تسجل من العمق، واحد 14 مره هو يدخل من العمق، اغلق العمق. كوكي قال لك نعرف الفريق درسته ومتفائل، لكن هذه دراسه لكن هكذا قال. والهدف الاساسي لنبيل كوكي كان التاهل الى الدور نصف النهائي، اول اهداف الرئيسيه صعب تحقيقها لانه في كره القدم تبقى فيها مباراه، لم ياتي من اجل البطوله لان البطوله كانت محسومه حتى ولو قبل قدوم الكوكي. هدفه الاساسي هو هكذا. يحيى حسين، لما تكلموا على هذه المباراه بصراحة شباب بلوزداد خسرها، ولكن خسر معركة وسط الميدان، خسر لاعبين غايبين، لم نرى تلك الروح. والأكثر من ذلك ما كنا نخشاه، ما حدث في مباراة شبيبة القبائل، تغييرات عشوائية، الخمسة أفقدت أيضا الشباب الهوية، وكدنا نصل إلى خمسة وستة، وهذا أمر لا يليق بهيبة شباب بلوزداد. شوف الأخ كريم، الكرة واقع وفوق الميدان، فوق البساط تشوف كل شيء. لذلك اليوم شفنا الفارق بين فريق قوي من كل الجوانب وفريق اللي نجم نقولوا كاين ضعف في كل الجوانب. اولا لما تشوف الشباب الفريق تاعنا كيفاش لعب المقابله، وتشوف سان داونز تحس بلي سان داونز فريق قوي، فريق متحضر مليح، فريق متكامل منسجم، قوي بدنيا فنيا تكتيكيا. تشوف فريق لي عملاق، 90 دقيقة هو يدق متقدم، 90 دقيقة ونشاط، تسيير المراحل الفوز والمراحل باش نعاود نزيد الهدف الثالث، فايزين ثلاث أهداف ويحوسوا على الرابع والخامس والسادس. شخصية فريق يلعب من أجل التتويج بكل بساطة، قوي. أنا بالنسبة لي عندي سنين مشتو، ولكن إحنا اليوم الفريق تاعنا هذا برهن اليوم أن المجموعة ما كانش مسيرة كما لازم. على ذلك المجموعة، خلينا نستمع إلى ميلود ربيعي في هذا التصريح الذي صرنا مباشرة من ملعب نيسو المنديلة، ماذا يقول بعد هذه الخسارة القاسية والمرة؟ اليوم شفنا هذه المباراة اللي كانت هدف مقابل واحد أمام فريق سان داونز، نقدر نقولوا أنه الآن يعني أصبحت مهمة الشباب بلوزداد صعبة في هذا المشوار، في هذه المنافسة. نعم، كما تشوف اليوم المقابلة كانت صعبة، وين لعبنا كون مع فريق منظم، فريق ممتاز، ما دخلناش في المقابله مليح وركونا هدفين هما اللي كان اللي اثروا علينا، حوسنا نعاود نولوا في نتيجازنا، دخلنا الشوط الثاني زادوا مركونا في بدايه الشوط الثاني، هذاك هو اللي اثر علينا وخرجنا من المقابله. وما تنساش لعبنا مع فريق منظم وفريق ممتاز. على كل انا شويه اليوم كما يقولون ديكورتيكي شويه لو ماتش، في رايك انت واش هي الاشياء اللي ما مشاتش اليوم واللي ما كانتش يعني في صالحكم اليوم؟
لك أثر علينا الهدفين اللي في بداية الشوط الأول، دخلنا مركاو لنا في هدفين، هذوك هما اللي أثروا علينا. والفريق استعمل علينا ضغط عالي. المقابلة هذه دوك لازم نساوها، ومازال باقي شوط ثاني إن شاء الله نروحو نديرو اللي علينا. وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. شكرا. مازال الحظ يعني صح، يعني كما يقولوا المهمه راح تكون صعبه يعني للتاهل الى الدور كما يقولوا الذهبي، وفيه مباراه يعني العوده، لكن ممكن ان شاء الله كما يقولوا فريق شباب البوزدادي. نعم راح تكون المهمه صعبه، احنا راح نخدموا، راح نحطوا واش عندنا كامل، وان شاء الله يكون الخير. احنا واش المهمه تكون صعبه، ان شاء الله احنا نقدموا كامل واش عندنا باش ان شاء الله نتاهل. كلمة أخيرة للجمهور اليوم اللي جا حضر يعني بقوة هنا بملعب ناصر، أول مرة فريق يعني يلعب ينشط في الأندية البطولة الوطنية، يعني يلعب في هذا فوق أرضية نيلسون مانديلا. خيبة أمل كبيرة لنا حنايا والأنصار تاعنا اللي ما كناش في حسن الظن تاعهم. شفنا الجمهور اليوم دار كاع واش عنده، إن شاء الله نفرحهم في مناسبات أخرى إن شاء الله. حتى سعيد، شكرا ربيعي، بون كوراج بور لا سويت. طبعا هذه تصريحات ميلود الربيع في انتظار الندوه الصحفيه لنبيل الكوكي، وما سيقوله بعد لحظات التي سننقل جانب منها هكذا على المباشر في برنامج في التسعين. صراحه مصطفى كويسي، حتى توصل ربع النصف النهائي وحتى تفوز بكاس رابطه ابطال افريقيا لا ياتي هكذا فقط، هو مشروع حقيقي من الإدارة، من نبدأ من اختيار المدرب، من اختيار اللاعبين، من الحفاظ. لا توجد أي مبررات للإرهاق، لا اللعب على الجبهات، لأن النوادي اللي تريد أن تلعب وتفوز تتحمل كل شيء، ماهيش مرتبطة بمباراة فقط. لأن كما كان يقول حسين يحيى منذ لحظات، لما تشعر أن صن داونز حاضر وجاهز باش يفوز بكل بساطة. لا صح، ان تكلمنا على القوه الجماعيه تاع الفريق، يعني شفنا يعني تلت خطوط تاعهم كلهم يعني متمسكين، يعني منضبطين. وزيد الشيء اللي زاد حيرني اليوم، يعني لو نشوفوا يعني ربما لو نحكموا لهم يعني الريتم كاردياك تاعهم، والله شيء غريبه، والله غير يعني تفاجات انا بالقوه البدنيه اللي عندهم. تتصور لعبوا 86 دقيقه ما زالهم صاعدين، يعني والتحول يعني بعشر لاعبين الى قوتهم. البافانا هي قوتهم من زمان، يعني قلت لك يعرفهم زكريني من اورلاندو بيراس الى سانداوز. كريم باش فريق تروح للبعيد هيك، كنا قلناها ألف مرة ومرة، لازم لك النوعية في اللاعبين، لازم النوعية. تكلمت لكم أنا قبل المباراة على بيتر اللي سجل شالو ليليان، هاوليك راس حربة، يعني عندما تشوف لاعب كيما هذا تحس أن هذا يقدر يلحقك البعيد، لأن شفناه يعني تقريبا القوة الضاربة تاع سان داونز، بلا ما ننسى يعني اللاعبين الاخرين. لا بلا ما ننسى كل اداء تاع لاعب، ولكن لاعب كيما هذا احنا شباب الوزاد ما عندناش. تفضل حسين. انا نولي برك، نتمنى كل اللاعبين تاع سان داونز نتمناهم في النادي تاعنا، لان لما تشوف كل الجوانب قويه تسير المقابله من بدايتها حتى لاخرتها، هنا تقول هذو لاعبين محترفين اللي تلحق بهم الى مستوى عالي، لان كاين فرق بين المستويات، البطوله والكاس افريقيا حاجه واحده اخرى. خيبتنا ما رأتنا. نعم. انه وصلنا لدرجه وفتره قلنا الشباب خلاص تعود على كاس رابطه ابطال افريقيا، عنده الاستقرار المالي المعنوي الفني، قل هذه فرصتهم. راك غلط تقول لا، عندما تقول الاستقرار المالي صافي دير نقدر نجيب اي لاعب باي سومه، مثلا تكلمنا على راس حربة هذا، كما نقدروا نتكلموا على لاعبين اخرين، ولكن شباب الوزداد ما يعطيكش امكانيات انك تقدر تجيب ولا تفوت انسي هكذا حسين. ما تقدرش تفوت يعني هذه نقطه. وفاق سطيف هل فاز بكاس رابطه ابطال افريقيا بميزانيه كبيره؟
صح اوكي المال ولكن تسير ايضا باللاعبين ممتازين وفاق الصيف كانت عندهم ممتازين لكن كاين شيء لم يتم توظيف هؤلاء اللاعبين جيدا. اوكي انا اتفق مع جابر في شباب الوزداد هل تم توظيفهم جيدا؟ لان الاموال ليس كل شيء. لا احنا تكلمنا على نقدر نعطيك اموال وما تقومش باستخدامها جيدا. تكلمت بصفه عامه الا راح حبيت انك تروح يعني تي في بروجي هذا هو تعمل لازم هذا هو يكون عندك بروجي بروجي لازم له لما كنت عندك يعني لاعبين اللي قادرين انهم يجيبوا الاضافه للاسف ما عندناش الان في شباب شيخ ويسي هذا بيتر اللي هضرت عليه لو كان عند الكوكي لم لا يستغل جيدا هذا شيء اخر هذاك شيء اخر دوك لا, لا لا المدرب بمهاجم كما هذا لانه ما تحلش ما تحلش تعالى المشكله مصطفى احنا في بدايه الموسم ماذا سمعنا وماذا قيل لنا الاستخدامات استخدامها الكوكي كان راضي والهدف الإدارة وفرت له كل شيء نذهب إلى الندوة الصحفية ماذا سيقول نبيل الكوكي وبعد ذلك سنواصل هذا النقاش المثير في بلاطو في التسعين الوزداد كان لديه الوقت الكافي لتحضر لهذه المواجهة قرعة كانت قبل أسبوعين من الآن ما سبب هذا الأداء الباهت والشاحب لشباب الوزداد اليوم انهزام برباعية لواحد هنا وأنت تستقبل في ميدانك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا عندنا أسبوعين لا كانوا عندنا كانت 3 أيام مش نحضر المباراة دونك هذه حاجة الحاجة الأخرى لعبنا كونتر لما يريكيب والناس كل وقت اللي وقعت القرعة ما نكذبوش على بعضنا الناس كل كانت مستاءة من القرعة وكنا قلنا ما أنصفتناش القرعة ولكن نحن أوناي سي حتى مع الملعبية دورو مونتي المورال وقلنا معناها ثم دي لاكوين ثم كذا وشفنا حتى عم معدل تهديفي شوفوه حتى التوا حتى اليوم من البول حتى اليوم تتقم معدل تهديفي كبير وانا يسيا بيك تولي موان بيان سور ثم كيكو زابسونس ما هوش هما هذاك من السبب ولكن كمام ياثر علينا نحن لانه ما عندناش لي سوليسيون دور شونس خاصه في اماكن معينه كيما لابسونس نتاع ميريزيغ دراوي زاد كيف كيف انا يسيا دو لو ريكوبيري ا تو بري دونك في ال 45 مينوت الى سنتي معناها كيلكو دولور دونك انا يسيا دو بريفيري باش نرتاحوه اليوم معناها في نهار ادفيرسير قوي عملنا ديفوت تاع بلاسمون عملنا ديفوت ديشي تكنيك بونتو ثيرت معناها 5 مينوت جو بدينا ناخذ في اللعب دونك فوت ما بين الكره عندنا معناها دونك هذوما ديفوت جاو تلم بعضهم باش اليوم خسرنا في خساره خايبه اكيد جدا ومهما كانت الادفيرسير تلعب ضده خساره ادوميسيل في ارضيه ميدان قدام الجمهور هذا والحاجه شاع الناس الكل معناها باسم اللاعبيه واسم نطلبوا سماح من الجمهور معناها والمعذره من الجمهور اللي جاء اليوم ان شاء الله معناها يسمحنا لانه تحب ولا تكره الولاد من لعبنا كونتر ادفيرسير قوي اقوى لي اقوى منا سي سامبل السلام عليكم كوتش عبد الله قال هدف تي في كوتش ما تشوفش انه غامرت كثيرا باشراك مختار بن خيطر العائد من الاصابه بعد اكثر من شهر وخليت أيمن بوقرة على مقاعد البدلاء اللي تألق بعد دخوله في الشوط الثاني. ثاني سؤال نبيل كوكي يتعرض لانتقادات لادعة خاصة في البطولة ولو أنه الشباب يحتل صدر الترتيب هل هذه الانتقادات أثرت ودارت ضغط على نبيل كوكي؟ شكرا. لا باش نبدأ بالسؤال الأولاني هو مختار بالخيطر دايور معناها ارتاح كان مرتاح عمل تروا موا تروا سومان موا دونك ريديكاسيون رجع لعبناه المرة اللي فاتت 90 دقيقة تقريبا. دونك حضرناه مش كان مختار اليوم ما كانش في مستوى معناها الكل الفريق الكل كنا معناها ماناش في مستوى كبير دونك على ذيك مختار هو اللعب دي معنا عطانا كلك سوليسيون ولكن في الاخير دونك قسمنا الماتش بيناتهم تقريبا مش قسمنا ولكن في الاخر وقت اللي شفناه بدا يتعب شويه عطينا اكثر روح على الشيره اليمين بالنسبه للانتقادات شوف الارقام اللي عملتهم الشباب السنه ما عملتهمش حتى الدوزون اللي فات وقت الشامبيون ما عملتهمش دونك باش نبداو واضحين ولكن ما نجاوبش انا خاطر بون بوتيتر ثم حاجه مدمغجه من قبل ما نجي انا من السيزون قبل ما نجي ثم حاجه تعملت وانه خلات معناها خلات الامور معناها خاطر ماهوش نورمال اللي صاير في بلوزات ممكن يتقرى لبرا يمكن فينومين يزمن نحلوه لانه فريق في المرتبه الاولى
تقريبا 19 ماتش سون ديفيت كسو مال ماتش اللي فاتوا اونتر غيمي ديفيت كيف صار في ظروف معينه مترشحين وقتها في لانكارد فينال مترشحين في الكوب تونيزي ماير ديفونس ماير اتاك دونك ونحكيوا في حاجات في حاجه اخرى دونك هذا ما انا بالنسبه لي انا بريسيون متعود بها ولكن هذه الارقام وتو نشوفوا معناها شنو معناها الارقام اللي حققتهم اليوم الشباب بلوزيت في 12 اللي فاتوا ما حققتهمش حتى التو حتى اللي كان اللي مخذته التو حتى في السيزون اللي فات واللي قبلها ما كانش انا كنت راني هنا ونعرف شنو اللي كان وقتاش وقتاش خديت الشباب بلوزيت اللي كان خديته في الخمسه ماتشات الاخرين 2019 كيف كيف وقت الشامبيونات 2000 كيف كيف اللي من بعد 2020 كيف كيف تقريبا حتى 30 جورني اني ماشي الشباب بلوزيت هي الليدر دونك اللي حققته الشباب بلوزيت اليوم دونك اوكي عندنا اون كيب مي ماشي كيف فافوري معناها في الافريك مازلنا اون دو ترافاي اكثر شفنا ايكيب اليوم تقريبا ثم 8 في الكيب ناسيونال ا لعبناهم دونك اون ايكيب مش نحن كونترنا برك نحن معدل تهديف نتاعها كبير حتى كونتر معنا دي ايكيب كبار اخرين كيفنا نحن في الافريك على غير معنا انا اي سي ما بابا معنا جوي هنا ونلعب بطريقه دفاعيه مجازفنا ما جازفناش لعبنا تقريبا اكيليبري ولكن الهدف الاولين على الكره ثابته في الدوزان الهدف اللي هو اللي ولو حتى قبلنا هدفين ولكن كملنا الشوط الاولاني كملناه بالبي في الدي مينوت الاخرين كملناه بالبي وسجلنا هدف معناها الخمسه دقائق الاولانيه اللي قبلنا فيهم الهدف الثالث هو اللي كان تقريبا عنده اثر كبير على اللاعبين الكل معناها دونك ان شاء الله نتلافاه والامور هذه ان شاء الله في المره الجايه. السلام عليكم كوتش زنطار يوسف قناه المرمى حسين يحيى منذ سؤال وبالأحرى كيف تعلق؟ هذا هو الفرق بين المستويات الفريق اللي عنده أهداف واقعية يمشي سيرته رايح يستخلص الدروس ويمشي بالحقيقة الأشياء نوعية اللاعبين الخطط الاستراتيجية التحضير البدني الفني التكتيكي احنا اليوم خسرت الفريق بلوزداد بينت باللي كاين نقائص كثيره. كيف تعلق على صراحتنا بالكوكي كنت اقصد؟ لا هو يدافع على روحه طبعا وانا انا نحلل بالواقعيه. لا رايك؟ ما رايي؟ كمحلل كيف تفسر وكيف تعلق على ما قاله نبيل الكوكي؟ نبيل الكوكي قال ما حققته في السنتين في هذا الموسم لم يتحقق في السنتين السابقتين، قال بأن هذا الفارق الموجود في البطولة لم يتحقق للشباب في مواسم سابقة، قال بأنه أردنا أن نرفع المعنويات رغم أننا كنا ندرك بأن نادي صن داونز أفضل منا، قال بأننا خسرنا بجزئيات هكذا، كيف تعلق أنت؟ اليوم الكوكي خسر خسارة كبيرة وزاد خسر بكلامه اللي راه يقول فيه هذا الكلام غير ممكن زاد اليوم طيح من القيمة تاعو لأن الفريق من زمان كبير طبعا كاين مراحل بعض الأحيان ممتازة ومراحل ضعيفة ولكن الخسارة تاع اليوم برهنت أنه فشل في تدريب هذا النادي اللي يوفر له كل إمكانيات وهو اللي اختار اللاعبين في بداية الموسم ولكن لما نشوف الاختيار هذا لا يساوي مستوى هذا الدرجة هذه أولا ثانيا فيه نهضر بكل صراحة وبدون محسوب احنا هنا أولا احنا بلوزداد ثانيا رانا محللين فكري بزور عمومي بكل مصداقية وبكل حيادية ولو أن الأمر يتعلق بالجزائر خسارة في تحضير الفريق كما لازم الحال خسارة كذلك في وخاصة تدوير المجموعة لما تلعب على ثلاث جهات لازم تخلق جو داخل الفريق بين اللاعبين جو اللي تتكل على اللاعبين يشوف اللاعب لأن كاين لا كونكورونس كاين ثقة في المدرب ينجم يلعبني وندخل بالك ما نخرجش هنا تشوف بلي ما كانش ثقة داخل مع اللاعبين هذه حاجة الأولى ثانيا الكرة ماشي صدفة الكرة ماشي فير نيمبورت كومون نيمبورت كوا لأن تحضير اللاعبين تشوف أنت اللاعبين اللي ما يكونوش كاع يلعبوا في الموسم وديروا في مقابلة اليوم ضد فريق قوي جدا نشوفوا باللي ما لقاوش
ني لي روبير ني لي روندمون لا غالب عليهم هما مادا بهم يمدوا. ولكن لماذا قلت الكره ماشي صفا؟ لان كاين تحضير من بدايه الموسم تخليك حتى نهايه الموسم ممكن الفريق ما يكونش في نهاره، ولكن لما تكون ثقه المدرب تدوير المجموعه الاراده ينجم ما نلحقوش خساره كبيره كما اليوم. مسكينه ما استطعنا نقاطعها لانني شاهدت كيف تابع المباراه واقفا باعصابه 90 دقيقه واقف واشعر بان الكلام من القلب ويخرج هكذا. هو كبيرنا ايضا جابر، يلا حتى لا نطيل في موضوع شباب الوزداد لانه في ايضا شباب القبائل واتحاد العاصمه في تدخل مباشر وسارع. جابر عجبتني كي بوزيت لا كيستيون، لانه قال كل شيء. اش قلت له؟ قلت له انت بدون سؤال نعلقه، الكوكي كان يعلم جيدا انه سيواجه فرق مثل سان داونز ومثل الاهلي. هو الذي استقدم 14 لاعب وكان راضي عليهم جميعا. هذا ما قلت لمصطفى. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، مستوى الفوز، المستوى الفوز المتتالي في البطوله غلط الكوكي. هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث، اعلق على الكلام الذي قالوا ما عملته لم يعمله احد. انا نختمها وربما ساكون قاسي، شباب بلوزداد هو الذي سيهدي اللقب للكوكي وليس الكوكي الذي سيهدي اللقب لشباب بلوزداد. مصطفى كويس. لا، انا من غض النظر على تصريحاته، انا نظن باللي اليوم، وهذا كما نقول لك قناعتي، ما يعاب على الكوكي هو عدم وجود الحلول ضد فريق اللي يستعمل الضغط. هذا ما كان يعني، هذا هو يعني عند في هذه المباراه لازم المدرب يلقى قبل ما تلعب. هذه مسؤوليه المدرب فقط صراحه؟ بالطبع. لا لا، هل هي مسؤوليه المدرب فقط؟ كيف مسؤوليته؟ شوفوا كاين مسؤوليه، هل نحمل طاقه المدرب المسؤوليه؟ لا، هذه واش معناتها؟ بالطبع لا، هو اللي يلقى الحلول. شكون اللي راح يلقى المسير؟ انا اسال فقط مصطفى. المدرب هو المسؤول الاول على ماشي في المستوى العالي. هذا انت كهضرت كلام، هذا هو لب الموضوع. افكار تكتيكيه لازم تواجهها بافكار تكتيكيه. لكن كاينه حاجه كريم، الهدف الاول كاين هدفين، كاين اخطاء فرديه، كاين اخطاء في الرقابه الفرديه، لانه لاعب مثل بيتر على بالك باللي مسجل اكثر من 15 هدف وتخليه دون رقابه، هذا تحمل اخطاء. وهنا نرجعوا لنوعيه اللاعبين. هكذا جابر. نرجعوا لنوعيه اللاعبين. صح، خلاص. لذلك يا مصطفى انا راك تعرف وتعرفوا كل شيء، التحضير ماشي المقابله، التحضير من بدايه الموسم تتبنى على ديزاسيز سوليد اللي تقابل به. ممكن الفريق ما يكونش في ايامه بصح يكون يقابل، ممكن بدنيا تكتيكيا افكار المدرب، تغيير الخطه التكتيكيه، لان نادي فريق قوي لازم تقابلوه باشياء اخرى، وإحنا الاشياء الاخرى هذه لا توجد، لم تكن موجوده. ذكريني، احيانا فيه اولويات في هذا البرنامج، ولما يكون كلام من القلب نخليه يخرج من اعماق القلوب ليصل ايضا الى قلوب انصار شباب الوزداد المشاهدين. تفضل. لا، حتى انا استمتع بكلام تاعهم ونستفيد منهم، ونستفيد قامات رياضيه كبيره. ابناء الفريق يعرفون الفريق من الداخل جيدا احسن منا ويتكلم. لا، انا حاجه اللي نقول ان فريق صن داونز فريق برهن على قضيه الميدان انه فريق كبير من جميع النواحي، نقولها بكل صراحه، احسن من شباب الوزداد اليوم داخل قضيه الميدان. انا هذه اقول، الجمهور اعترف بذلك وصفق على الميدان وصفق على ذلك كمان. ليس محمد زكريني ولا هو جمهور الشباب، جمهور الشباب كان يصفق على. نعود الى الحكم بيتر، يعني بكل صراحه جاء من كينيا، لياقه بدنيه ممتازه كنا نشوفوا فيه ونتبعوا فيه، يعني قريب من جميع، والدليل على ذلك لم يذهب للفار ولا مرة واحدة. ما معنى لماذا ولو يشوفوا الناس بصح وحبس؟ لا، لأن الفار والآفار يعني تاع الفيديو والمساعد تاعو كانوا متأكدين على الحالات، قالوا له أكمل، لا وجود لأخطاء. وإحنا هنا أنا كنت نقول لكم يا أخي، أنا قبل ما يعطوا الجواب كنت نقول لكم ها وش كاين، ها وش كاين، صح ولا لا؟ لا، صافي ديرنا ثان فار. نعم، ولا بطاقه صفراء. وانا جايك، انا جايك. كيفاش انت فار؟ نعم، كنت نشوف روحي لا نعرف ولا ما نعرفش. قلت نشوف روحي ضربة الجزاء، قلت لهم ما كاينش ضربة الجزاء قبل ما يستأنف اللاعب. انا كنت نشوف روحي هل انا يعني قادر نتحكم في هذا الامور. انت ترس كلامي الان.
انا دائما ارسكن نفسي من اجل تقديم الاشياء يعني كنت نقول جابر وكنت نقول مصطفى كنا نشوفه قلت له مصطفى ما كمل ليش تقف سكرينيك وخبرنا كنت نتعامل معاه منافسه قويه نمشي نزيد نشوف روحي اسكر يعني هذا بكل صراحه كان جيدا من جميع النواحي مباراه ممتازه مباراه في القمه لم يخرج ولا بطاقه صفراء واحده هذا لا يمنع ان كانت روح رياضيه عاليه دخل قضيه مدى لا وجود لا وجود لا سهلوا له المأمورية انت تقول صح نقولوا احنا سهلوا له المأمورية لانه هو لم يرتكب الاخطاء لما لا ترتكب الاخطاء سهلك المأمورية تستاهل انت الحكم تسهيل انت اللي تسهلها وانت اللي تصعبها على روحك لما تعلن عن المخالفات ولا واحد يعرف باللي ارتكب الخطا هنا راك انت كنت في القمه هو مثلا عارفوا على بالهم راه مستوى عالي وعالي جدا كل الاخطاء التي اعلن عنها كانت صحيحه لا وجود لضرب الجزاء الهدف تعدى خط لا وجود الهدف لا وجود في وضعيه التسلل اربعه اهداف وهدف شباب الوزداد خمسه اهداف صحيحه يعني بكل صراحه الحكم والمساعدين والفار كانوا في المستوى من جميع النواحي هاي ليك لماذا نطلب دائما الفار في البطولة الوطنية تخيل هذه الأخطاء وقعت في مباراة في البطولة الوطنية وبدون هذا لمسة اليد هذه تاع اليوم خاصة في الفترة في الفترة هذه الله تجي هنا ما كاش ضرب الجزاء شفتها غير كما كان يا إخوان الفيدرالية جيبوا لنا الفار باش خلوا يرتاح لن تنتهي الأخطاء ولن ينتهي الجدل حتى بالفار تنقص يعني سير كريم أنا أعرف لما يتكلم أعرف يعني على حسب وش شفت البارح أنا مباراة شباب القبائل يا ودي والله ودي ماشي غير الفار الان هي مررت الكره على شباب قبل ونبدا بها تلك اللقطه مثلا قادر خبير اخر وقادر حكم اخر يصفرها يا زكريني لا الخبراء لا. موجودين لهم هنايا كل الخبراء كل الزملاء الحكام اللي تكلمنا يعني مع شوفوا نقولوها بكل صراحه الحاله هذيك وش وقع فيها دخلنا شباب القبائل وش وقع فيها في حاله شباب القبائل لكلين المفتاح رقم واحد ان كان لو بالون ا ديستانس يقولوا في القانون لو بالون ا ديستانس البالون كانوا على ما كانوا يتنافسوا هل الكره كانت بعيده وجا لها ضرب كانت الكره امامه كانوا يديسبوت لو بالون نزيدوا نروح لك الى ابعد كانوا يقولوا ليبول في الكتف انا نوري لك باللي ماشي في الكتف نجيبوا الصوره رقم الرقم تاع اللاعب يبان كامل معناها انه ما غطاش ولا رقم وفيه رقمين في الكتف معناتها ان كما الرقم يبان كامل اللي كون قاسوا في كتفه وكل رقم واحد يتخبى ما كاش ما كيف قد توازن لا فقدت لي التوازن بيان تفقد التوازن بما اني هذه واش تقولها شارج لويال كاين ان شارج دي لويال وكاين ان شارج لويال شارج هذا لويال لان الكره ا ديستونس دو جو ما يتنافسوا على الكره جي نقص نسبه الدفع لا ما كاش قيس النسبه كان الكره كانت بعيده واللاعب جاي يجري وضربه والكره ما اسمها هنا ما جاش يلعب الكره شخص كريني هي هذه لا نقاش فيها انه معك هنايا في الحصه في 90 نحن نتثقف لكن ما يعاب على هذه القرارات انه حالات مماثله صفرت لوكا صفرها صفرت في عده مباريات في ظروف اخرى لوكا صفرت لو تم الاعلان عنها زكريني اسمع انا مانيش نقول لك انا نقول لك انا كي نجي هنا نحلل حسب القانون شوف كاينه حاجه نقولوها لازم نقولوها كاينه حاجه واسمها جيستيون دو ماتش انا ما نقدرش نقول لك فريق فايز 5-0 مثال وتجي ضرب الجزاء الفريق المنافس نفس الحاله ضربي تجي يقول لك والشعب يغلي يقول لك انا نكالمي نصفرها النحيه على روحي نهضروا بكل صراحه على حسب ولكن بالامس انا نعطيك الحكام علاه داروا في المستوى تاع البارح الكاف لجنه التحكيم الكاف كلها موجوده في الجزائر وتابعت المباراة والحكام على بالهم بأن لجنة التحكيم في تاع الكاف هاي هنا في الجزائر تبع المباراة أخ محمد أبهرتني تاع التحكيم ديتاي دو ديتاي
لازم اخلاقك اخلاص ديطاي ديطاي اخلاقك غدي تقدر ها لا يعني قلت انا مذهبية لكن اشرح والله العظيم والله وصل الفكره للجماهير سكريني ولكن لما تكون منافسه قريه عندنا عاطفه عندنا عاطفه يا محمد يا سكريني شباب الوزاد عندنا عاطفه عندنا عاطفه فرق جزائريه انا جزائري ولكن القاضي داخل المحكمة القاضي داخل المحكمة عنده العقل بشر إنسان لكن لما يخرج حكم على أي حسب القانون يلا القانون هو مرتبط بالقانون أنت القاضي ونحن أنا المحامي أنا مش القاضي يا ذا الفلاطو لا 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 يعني ما شاء الله كيما راكم المهم ندخل الآن فنيا ماذا نقول سان داونز اليوم كان أقوى بصراحة ولكن أمس نشعر أن الشبيبة ضيعت فرصة الفوز خطأ بطريقة بدائية خلوا اللاعب وكأنهم لم يكن يدركون بأنه في التماس كما يقول سكرين ما وش متسلل ضيعنا فرص كيف تفسر هذا الخيبة خيبة أخرى بمرار شبيبة القبائل نعم الأخ كريم هذا هو الفرق بين مباراة الأمس ومباراة اليوم مباراة الأمس الترجي التونسي لم يكن أحسن من شبيبة القبائل حتى نزيد نروحوا بعيد شبيبة القبائل خلقت عدة فرص وأكبر بكثير مما خلقه الترجي لكن ما نسمعه دائما في البلاطوهات ما يقال المباريات الكبرى تلعب على الجزئيات الصغيرة ما فعله اللاعب بن زايد هذه هي الجزئيات الصغيرة في 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 كرة ميتة من تماس الجزئيات الصغيرة ما هي الأخ كريم في كرة القدم هي الوقت والمساحة هذيك النصف ثانية اللي تأخر فيها بن زايد به يونتيسيبي هذيك هي اللي خلقت الفارق البلاسمون تحرس المرمى من زاوية مغلقة لو تقدم نصف متر لكان لم يسجل الهدف يعني شوف نصف متر ونصف ثانية هذه هي الجزئيات الصغيره الجزئيه تبدا من كرسي الاحتياطي يا حسين ياحي ماكش قادر تلعب كاس رابطه ابطال افريقيا بمدرب من على المدرجات حتى نكونوا ايضا صراحه لانه الان الامر مختلف راك تلعب امام الترجي تلعب امام سان داونز اسمها كاس رابطه ابطال افريقيا القلب والحراره قادر يجيب لك مباراه ماشي دائما يعني ها انا والله ندخل مع الجمهور الاخوان تاع السيبورتر تاع الجياسكا لا لا كلنا شباب قبائل كلنا شباب الوسط الان ماشي كلنا اتحاد الجزائر واش حبيت نقول اني جو سوفر كيما هما لان فريق كبير كيما هذا يلحق للدرجه هذه وين نحسب في المراتب الاخيره وبفريق نجم نقول شاب ماهوش متحضر لهذا المستوى عالي بتغيير المدربين في الموسم لا مدرب في مكان أرادوا إقالة المدرب ولم يستمروا لأنه لا يمكن تأهيل مدرب آخر الفريق أمر غير عادي في نوادي كبيرة تلحق الأخ كريم لهذه الدرجة جيم مدرب أنا بالنسبة لي ما عندوش الإمكانيات لتدريب لا يملك الإجازة ما عندي حتى مشكل معه ولكن حقيقة هذه نحن نتكلم فنية الفريق القبائلي سهل مدرب كبير لاعبين كذلك في المستوى عوضونا التاريخ يحكي عليهم عوضونا باللعب المراتب الأولى والفوز بكأس إفريقية يلحق الدرجة هذه والله أنا نشوف كيما راهم يسوفليو وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن يقعدوا في الدرجة الأولى هذا هو المهم لأنه ذكريني قبل أن نذهب إلى كويسي المرارة في ذاك الجمهور الرائع اللي كان حاضر فوق المدرجات في أول أيام عيد الفطر المشهد كان رائع جدا أكثر من 40 ألف متفرج الرايات الوطنية حاضرة بقوة في تلك اللحظة صراحة لما كنت في ملعب 5 جويليا ذكرت صريح الفقيد الكرة الجزائري المرحوم محشير حداشي لما قال هذه الجزائر شبيب الجزائر وهذه الجزائر لما توجت بكأس الكاب فعلا شوف شاهدنا الجزائر في ملعب 5 جويليا شهدنا راية مولودية الجزائر اتحاد العاصمة شهدنا من المدية شهدنا من البويرة شهد من الكثير من ولايات الجزائر في ملعب 5 جويليا وبعد ذلك تخسر بتلك الطريقة هنا المرارة يا زكريري بطبيعة الحال يعني لا شوف جماهير شبيبة القبائل
يعني بكل صراحة عمرت الملعب. قل جماهير شباب الجزائر أمس لأنه كانت من كل مكان. نعم كل هذا الجماهير الجزائرية جاءت إلى ملعب خمسة جولة من أجل تشجيع شبيبة القبائل. فعلا تستاهل هذا التشجيع. لما موح شريف حناشي رحمة الله عليه في 95 بالضبط في لما فاز بكأس قال الفرحة الهدف هذاك اللي سجل قال زافور إن لم تخني الذاكرة لما سجل قال هذه هي شبيبة الجزائر. واحنا نعرف الايام اللي كانت هذيك الايام قال هذه كل الجزائريين شباب القبائل بالامس في ملعب خمسة جويلية كل الجماهير من جاءوا من كل صوب وحد جاءوا الى ملعب خمسة جويلية يعني من اجل مناصرة شبيبة القبائل. لما تخسر بهذيك الطريقة لما يعني بكل صراحة مرارة يعني الناس تعبت ناس ماذا يحدث لشبيبة القبائل ما يعني للان ما نعرفوش يعني وش هي السبة. أنا التقني لا أتكلم عن الأمور التقنية لأن التقنيين هم أدرى أهل مكة أدرى بشعابها. أنتم الذين تتحدثون عن الأمور لذلك التقنية. لذلك سأخذ رأي مصطفى كويسي لا الآن. لا فيما يخص شبيبة القبائل لازم نقولها يعني بموضوعية وبكل يعني صراحة. المال تري تري بروفونت كريم ماهوش مسألة إلا مدرب ماهوش راني ندافع على المدرب باش تفهمني لان اولا تكلمت انت على المدرب والتسيير ما كان صراوش اخطاء التسيير في جلب اللاعبين في جلب اللاعبين اذا نقدر نقول يعني المسؤوليه راهين نقدر نقول اسمها متبادله يعني الكل يسالوا فيها بما فيهم مسيرين بما فيهم مدرب مدرب صح ان فريق شبيبه ما عودتناش انها تغير ثلاث مدربين في السنة عودتنا بالاستقرار كانت عودتنا بالاستقرار وهذه اللي كانت قوتها عندما كان محشريف حناشي الله يرحمه ويوسع عليه كان معروف بالاستقرار يجيب مدرب ما يتنحاش حتى نهاية الموسم أو سنين آخرين هكذا ولا لا لا شوف هاروني شحال ضرب وشحال ضرب كل يعني مدرب كل مدرب الله يرحمه هاروني الله يرحمه يعني إلا ربما مرة ولا بظروف استثنائية. إذن الشبيبة القبائل هذا هو الإشكال ولكن يعني أنا نقدر نقول يعني النتيجة تاع الأمس والحظوظ تاع الشبيبة ضمن يعني انخفضت كثير ولكن ربما هذه هي اللي يقول لك سي أمال بوران بيان لأن ما ننساوش راهم يعني وكل نهاية أسبوع مباراة مصيرية وحاسمة بالطبع كريم ولو أنا هنا راك تكلم مع ثلاثة تقنية لو يطلبونا بين لوماتيا في الدوري أو ذهاب إلى نصف نهائي وش راح تختاروا؟ براين زافور اختار البقاء. البقاء. مني لها أنا كان ثلاثة نستنى راحين نختاروا البقاء لأن هذا هو الهدف الرئيسي اللي راه موجود الآن في شبيبة القبائل. تحكيمين خلاص تحدثنا الشبيبة هي هكذا والشباب هكذا. أملنا معلقة على اتحاد العاصمة يا جابر يا نعمون بمدرب محنك فريق جاهز شفناه مع الاتحاد خشلة بالدرجة الأولى للفريق صراحة استمتعنا به عودة أغلبية اللاعبين المصابين الحلول موجودة بالنسبة لعبد الحق بن شيخة أملا في تحقيق انتصار مهم جدا في مباراة الذهاب. أولا وجب التنويه إلى نقطة مهمة الفرق بين بن شيخة والكوكي لبلوغهما هذا الدور الآخر في الكأس رابطة أبطال إفريقيا والآخر في الكاف هو سياسة التدوير. بن شيخة اعتمد على سياسة التدوير لكن الكوكي في ظروف صعبة ومغايرة وبلعب المصابين. سأعود إليك بعد أن استمع والمشاهد سويا تحضيرات اتحاد العاصمة يا هيكل يا قاسمي لهذه المباراة. يسعى نادي اتحاد الجزائر إلى تحقيق انتصار بميدانه يقربه أكثر إلى الدور النصف النهائي إلى أن المأمورية لن تكون سهلة أمام النادي. هذه الصور التحضيرات التي الخاصة بفريق اتحاد العاصمة للمباراة القادمة بإذن الله. قلت بأنه الآن عودة المصابين مهمة جدا لاتحاد العاصمة. لذلك لما انتقد كثيرا المدرب بن شيخة في بداية إشرافه على اتحاد العاصمة لما كان ينتقد لتدويره للتشكيلة هو كان يحضر لهذه المواعيد
المواعيد التي لما تلعب على جبهتين ولما يصاب لك لاعبين هنا راه القابل لسياسة التدوير هي التي كانت حل وأصبح مردوده في البطولة وفي كأس الكاف. تحس بلي كاين توازن، شفناه مع اتحاد خنشلة لما كانت المباراة متلفزة، مردود ممتاز ضد الأخضر الليبي، مردود ممتاز. لذلك الوضعية السانحة اللي راه الاتحاد العاصمة خاصة من الناحية النفسية بعد فوزين متتاليين في البطولة وفي كأس الكاف ربما ستسمح له أن يقدم مردود ممتاز يوم غد. حسيدي الفرق أنا كما فعل بين بلوزداد والشبيبة أن الاتحاد جاب مدرب في وقت مناسب لتسيير النادي، لأن مدرب محلك ملف يدرب الفرق في هذه المستويات، له تجربة كبيرة إفريقية نجمو نقولوا مغربية، طاقم الفني اللي يتفاهم معاه، أظن هذا اللي يخلي الاتحاد في مسيرة ممكن يروح الأبعد مام ضد المقابلة اللي جاية، لأن عندهم مدرب ليعرف يسير هذه المقابلات الكبيرة بتجربته بذكائه بدعمه اللاعبين وخاصة قوة بن شيخة التحضير النفسي للاعبين في المقابلة الكبيرة. لست أنا من يتحدث عن المدرب، جاب النعمون ويحيى حسين، لأنه في هذا الدور بالذات وفي هذا النوع من المباريات قيمة المدرب تصنع الفارق. مباراة تلعب على كرسي الاحتياط وعلى دكة بالطبع المدرب وش قلت لك هو اللي خطط يعني الخطة، هذا هو الدور تاع المدرب، وهذا هو يعني وخاصة عندما تشوف التغييرات اللي توجد في الشوط الثاني كل هذا يعني المدرب المحنك هو اللي يقدر يعني في فرصة يعني نقدر نقول لك وجيزة يلقى لها الحل. أنا واش علاش قلت لك مقبل على الكوكي يلام عليه ويعاب عليه أنه ما لقاش الحلول. أسيدي نقولوا نتصوروا وهذا امبوسيبل تصرا أنه ما شافش لي فيديو هاك، شفت الشوط الأول شفت الفريق كيفاش يلعب كيف نبقى فيه بنفس الطريقة. هذا هو يعني دور المدرب انه يقرا تكون عنده انفيزيا ورؤيه لواش راح يعمل كونتر الخطه. هذا هو خطه كونتر الخطه. الشيخ دوكا لازم الناس يفهموا حاجه ويحطوها في رصانهم باللي عهد الفوز بالحظ وبالجمهور قد ولى، باه تفوز في المستوى العالي افكار تكتيكيه ما بقاتش راه فوزنا بسبب حراره اللاعبين والاندفاع البدني للاعبين والجمهور رقم 12. عندك افكار تكتيكيه تواجه افكار تكتيكيه ستفوز بحكام كذلك ساعات بالحكام نقولوا هذيك الشاطئ بالحكام خلينا الحكام لا نقولوها يعني هذه جائزه ماشيه في كورس نعم باخطاء تحكيميه صريح موجوده ولكن الان بالفار ما كانش اخطاء سامحني اليوم ما شفناش اخطاء تحكيميه الفار لا شفنا الفرق ضعيفه ما شفناش فرق اخطاء تحكيميه اليوم بالفار لازم دائما لازم نقولوا احنا انا نهضر على الكا لازم نقولوا باللي كنلعبوا لان كل الامور موجوده باللي احنا رانا ضعاف مع الفرق الكبيره تاع افريقيا لازم احنا نشوفوا اين هي الحلول هاميك انتما تمدوا الحلول تقنية يلتحق مساندة كبيرة لكريم ضد القاضي وهدي ولطف الأجواء هنا في البلاط يا هيكل هذا من التصريحات ما قبل مباراة اتحاد العاصمة طبعا التي قصد زميلنا وليد غريبية والله تشوف الأجواء الحمد لله في أحسن ظروف راهم لاعبين واعيين بالمسؤولية نظن باللي إن شاء الله راح نكونوا راح نديروا كاع ما في وسعنا باش نكونوا حاضرين يوم المقابله. فيما يخص التحضيرات عاديه دار المدرب دار برنامج وبرنامج راه هو الحمد لله رانا نعملوا عليه وحتى اليوم يوم يوم السبت ان شاء الله تعداد حاضر كاين عندنا لاعب ولا زوج كما نقولوا حنايا بالقريب ونظن باللي الباقيه كاع حاضرين وجاهزين ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله 23 هي المباراه كاع صعيبه سواء في الميدان تاعنا وخارج الميدان. احنا لازم نركزوا لازم نشوفوا واش يقولنا الطاقم الفني تاعنا واش نديروا وان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع ان شاء الله نكونوا مركزين مليح باش ندوا التاشيره ان شاء الله.
وانا في اجواء مليحه والليكيب كاع راهي فرحانه الحمد لله ورانا كاع نخدموا باش نجيبوا الماتش ان شاء الله نهار الاحد. لكن ما تشوف ريحنا كان تاجيل تاع المباراه تاع شبيبه القبائل وين كانت مباراه تطبيقيه مع الرديف، وين الحمد لله شفنا خدمنا مع لونترينور وزنا شفنا لي فيديو مع لونترينور الحمد لله احنا رانا نوجدوا الماتش هذا نهار الاحد وان شاء الله اللي فيها خير ربي يجيبها ان شاء الله. الى حكم المباراه ذكريني نادي ماذا تكتب يا الحكم من جزيرة موريس أحمد امتياز هيرال من جزيرة موريس، المساعد الأول كذلك من موريس، والمساعد اسمه سليمان أمالدين، المساعد الثاني هاسلي داني بيتروس من السيشل المساعد الثاني، والحكم الرابع باتريس ميلافار من الموريس. والفار هو دهان بيضاء كان هنايا في في في, في الشهر اللي فاتت، هو حكم ساحه يدير الفار من موريتانيا، بيضاء من موريتانيا، ويساعدو جونسون إيميليانو من أنغولا. هادو الحكام الان، لان كريم باش يكون على بالك الان الكاف لما تبعت السداسي كنا نقولوا ثلاثي من بعد رباعي من بعد خماسي، كيفاش خماسي اللي كانوا يجوا وراء المرمى ولو الان سداسي بالفار والافار يعني المساعد نتاعو، ولو يروحوا يجيبوا حتى الاحسن حكام في افريقيا في الاقصائيات هذو يجيبوهم كما احنا اليوم. قبل ان اذهب الى رابطه المحترف الاولى، هل حكم الفار جاهزين في الجزائر؟ لا لا، كان احنا غير بن براهام قراري كيفاش نكونوا في البطوله؟ لازم يتكونوا، لا يتكونوا، حنا يبداو يتكونوا، لا يكونوا جاهزين، لا يكونوا جاهزين، لا يتطلب وقت كبير، لا كاين عبي تشرفون مستكلف ب ب ب ب ب ب ب لانك تقول ستة حكام في مباراه ما يسهل. لا الفار، الفار حكمين في الفار زائد اربعه، زائد اربعه يقولوا ستة. لا الفار هما يديروا عليه دروس، يبداو اذا كان رسميا السنه المقبله يكون الفار فيه تربصات، فيه ماشي غير الواحد خيروا حكام باش تتعلم الفار كيفاش الفار، له كاين البروتوكول دو لافار هكذا مكتوب في القانون ماشي غير الواحد. ولكن يبدا تدريجيا، انا ما نظنش راح يبدا. لا 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 ما كانش تدريجيا، يلزم يدير ستاج يدير مشكل، ما كانش على المباريات، يقول لك ربما يبدا باربع خمس مباريات او ما يبداش. شوف نفهم معاك، داروا كوميسيون لا فيدراسيون، دارت لجنه لمعاينه الملاعب، ما كانش نبداو هكذا، يا نبداو يا نبداوش. انت ماشي ملعب، الفريق يلعب في ملعب 5 جويلية ولا في براقي ولا في وهران دير له لافار، وفريق يلعب في مدينة ما ليس لها ملعب ما ديرلوش الفار، غدوة الفريق يقول لك كيف أنا في بلادي دير لي الفار وأنا كنروح عليك ما ديرليش الفار. لا اللجنة هذه تدرس كل الملاعب، الآن لهم عندهم الوقت، رانا في أفريل نبداو البطولة في أوت، عندنا رب أفريل مي جوان جويلية أوت، خمس شهور تحضر نفسك من الآن وأنت على بالك باللي راح نجيبوا الفار، أماكن الكاميرات باش غدوة ماشي التلفزيون كيفاش راح يدير، وميديا برو هذه كي تجي كيفاش راح تدير، لازم الأماكن. والفريق الذي كيتشارج ما عندوش كيفاش يوسي يتنقل إلى ملعب آخر، يختار ملعب آخر فيه إمكانيات باش البطولة تاعنا تمشي وتتطور وتافونسي. لعبنا احنا لا ما نلعبش وما عنديش هكذا ما تفرش. إلى رابطة المحترف الأولى والمباراة متأخرة بعد الفاصل. مباريات متأخرة إذن لعبت، ثلاث مباريات في بحر هذا الأسبوع، نشاهد الصور هيكل ونحللها ونتحدث عنها. طبعا من أبرز المباريات ومن أبرز الأحداث يا جابر ينعمون، فوز مولودية وهران، الفوز كان مهم جدا بعد التعثر في المباراة السابقة أمام اتحاد خنشلة، سقوط الرائد شباب بالوزداد لأول مرة هذا الموسم بملعب أحمد زبانة بنتيجة 3-0 هدف. نشاهد سويا الصور هيكل ونحللها، تلتقط هامة جدا للمولودية الوهرانية. مولودية وهران كانت بحاجة لهذه النقاط لأنها في صراع مع البقاء، لكنه واجه شباب بلوزداد ربما سياسة التدوير كانت في هذه المباراة تحضيرا لمباراة سان داونز،
بتغيير 9 لاعبين من التشكيله الاساسيه. ربما التشكيله الاساسيه تاع شباب الوزداد في هذه المباراه التي دخلت لم تعطي ذلك المردود الذي كانت تقدمه التشكيله الاولى في البطوله. اتكلم تكلمنا على مولودية وهران، المباراة التي كان يجب أن تفوز بها المولودية مهمة جدا في حسابات البقاء حسينة. نعم، ظهر المولودية أن فاز في المقابلة هذه قبل صن داونز. لماذا؟ لأن نعود نرجع تدوير المجموعة، والكوكي دور المجموعة هنا، لكن احنا كمدربين لما راح نلعبوا ضد فريق وما يكونوش عنده اللاعبين مصابين او في الفريق الوطني، نقول اللاعبين كمدرب نقول بالك اليوم المقابله راح تكون صعيبه، لان راح يلعبوا احتياطيين اللي هم يديرلك مشاكل اكثر من الاساسيين، لان يلعبوا على مكانهم يكون اراده. يكون في المقابله تاع ضد وهران الشباب تحس بلي ان الاحتياطيين لعبوا، هم احتياطين الموسم كامل لعبوا باش يلعبوا وعلى بالهم. كيف بين قوسين يا حسين؟ نعم. لما شاهدوا الاسماء، اسماء قادت لعب اساسيه في اي نادي. ماهيش ذنبها انها احتياطيه، لو شاهدوا 11 لاعب قادره تلعب في اي نادي يعني. ها اخ كريم، طبعا نوعيه المجموعه في الشباب الاحسن في 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 البطوله الجزائريه، ولكن كيفاش تجهزهم؟ كيف تسيرهم؟ كيفاش تكومينيكي معاهم؟ انت لما تشوف مدرب اللي ما يحرص على المجموعه، ما يكريش لا كونكورونس، ما يعطيش قيمه، ما كاش الفرق بين الاحتياطي والاساسي. هنا هذا لذلك قلت لك انا تكلمت على بن شيخه. بن شيخه قوي في الكومينيكاسيون، قوي في تدوير اللاعبين، قوي في اتفقنا حسين. حتى ايضا لا نقلل من قيمه انتصار مولوديه وهران، ايضا مصطفى كويسي المولوديه كانت حاضره قويه، شهدنا الاندفاع، شهدنا التركيز. عمر بالعطوي عرف كيف يحضر المباراه، كانت بحضور ودعم جماهيري كبير جدا. لا كان منعرج يعني هام جدا لمولوديه وهران، لان عارفين نقدر نقول حتى مباراه السنه، لان تصور لو تعثروا ولا تعثر في المباراه السابقه في اللحظات الاخيره امام اتحاد خشلاق نفسيا ماهيش سهله. اذا لعبوا المباراه يعني، وشفناهم حتى من ناحيه الروح القتاليه، العزيمه، الاراده، كانوا موجودين اكثر من فيما يخص سياسه التدوير. لا ما ننساوش يا جماعه، عندما تعمل فريق نقدر نقول ليكيب بي، هذه حتى في كاس العالم شفناها يا جماعه، عندنا الاحصائيات، عندنا البرازيل، فرنسا، كلهم عندما تلعب الفريق ما يولوا ما يعطيولكش نفس الاداء كما الفريق الاساسي. لماذا كريم؟ قلت نوع اللاعبين اسماء، ولكن ما عندهمش الوقت اللي راهم يلعبوا دائما كيف كيف، لان هذا اهم جدا. عندما الموتيفاسيون اكزاكتومون، انا عندما نوالف نلعب مع جابر نقدر نقول لك نلعبوا كان 16 ماتش، من بعد ما يدخل واحد الاخر ما يكونش نفس الاداء. وهذا يعني احصائيا كل الفرق تقريبا، ما نقولوش كاين استثنائيات، كل الفرق اللي يعني تغير تماما تلقى صعوبات، لان اللاعبين ما عندهمش نفس هذيك. احسن شيء لاسترجاع اللياقه البدنيه والمستوى للاعبين هو لا كومبيتيسيون، ولكن حتى نغلق هذا القوس. مشكلتنا ايضا في تطبيق القوانين، انه في المنافسه الافريقيه القوانين واضحه. ذكريني ذكرني، مباريات البطولة تؤجل أو تلعب بعد 48 ساعة أو 72 ساعة من بعد مباراة إفريقية، القوانين واضحة بالنسبة لنوادينا، ولكن نوادينا عادة ما تطلب التأجيل أسبوع 10 أيام، وفي نهاية المطاف تتراكم المباريات الودية. هذا الإشكال يتكرر في كل مرة ونعاني منه في كل مرة ما نودي مشاركة قارية في الجزائر نقولها بكل صراحة. هاي الإشكال، لأننا لما ننتقد لا ننتقد فقط الرابطة، ننتقد أي في بعض الأحيان لما تخطئ الرابطة نقول كلام، ولكن أحيانا يجب أن نقول الحقيقة. إذا بالنسبة لنوادينا ست مباريات الشباب بالوزاره شحال لعبوا؟ ست مباريات ولا الاخر
نديروا حسابيا من واحد لا لكن والنوادي تمضي مسبقا وبعد ذلك تطلب اللي يعني 72 ساعه قبل الذهاب او بعد ما نمشي. لذلك لو تطبق القوانين هنا يصير التدوير والتدوير يصير منذ البدايه. ما نسناش دور ربع نهائي نبدا في دور المجموعات في الدور التصفاوي في دور المجموعات لاني عندي الكاس عندي كاس رابطه وعندي البطوله ما نسناش مباراه دور ربع نهائي. اهم غدوة كون الرابطة قبل 30 جوان ما تبعتش أسماء الفرق للكاف الجزائر لن تشارك. شرط المشكلة أين وصلنا لها؟ تحديد 30 جوان تبعت لي معناتها لازم البطولة تاعنا تخلص قبل 30 جوان. أنت إذا تدير مباريات متأخرة وكتاش لعب بعد الفرق واش تقول لك لمهددة بالسقوط؟ تقول لك لا لا لعب لي المباريات المتأخرة وهذا من حقها باش نبدا البطوله. هذا المنتج هذه المنتج شفت لا بد نتحملوا مسؤولياتنا كلنا بدون استثناء. لما قانون يمشي القانون بحذافيره كاين بعض الاشياء انا خارجه عن نطاق الرابطه خارجه عن نطاق الاتحاديه خارجه ميخي نقولها بكل صراحه كاين امور تاع الدوله هي هذا بلد يسير من طرف دولة يا مصطفى نقد البناء موجود مثل ما ننتقد الحكم ننتقد المدرب ننتقد أيضا ننتقد حتى النوادي في طريقة التعامل مع هذه الأمور. أعتقد النقاش مثير في هذا البلاط ولكن الوقت يمر بسرعة. لا مليح باش نصيبوا حلول باش نواسوا مليح. قل الآن قل عندي حالة تحكيمية مليحة أيضا هل هي شرعية أم لا؟ فنجي الفار ما تكونش هذه الحالة التحكيمية يا سكريني عندك أسبوع تدخل غير الفار فار خليك يبدا الفار خلي انت هو الفار هنا سكرين يا سكرين انت هو الفار منذ لحظات قلت لي انا الفار والان تتراجع انت الفار في هذا الفار اخي الحاكم في الفار يذهب الى الشاشه ويشوف من زوايا الان انت عندك كل الزوايا وكل لا شفت الحاله هذه لا وجود لضرب الجزاء بكل صراحه هنا يا الحكم اخطا في قراره شوف يعني احتكاك عادي جدا لا وجود لضرب الجزاء اتفق. الحكم أخطأ في هذا القرار لا اعتراض لا دفع لا مسك لا عرقلة يعني ثل لخش يقولوا لي انت اسكري انت تشوف الفوق برك هاني شوف التحت هذيك قبل ثلاث سنوات هذيك قبل ثلاث سنوات لما كان عبد الحكيم صار محللا معنا لا وجود لعرقلة. يلا مباراة أيضا مهمة في حسابات البقاء بالنسبة للنجم مقرى وشبيبة الصورة الشبيبة قادرة تركز على كأس الجمهورية ولكن أيضا في البطولة ما زال عندها كلمتها. فازت على نجم مقرى بهدفين مقابل صفر على نجم مقرى. نشاهد الصور يا هيكل ونتحدث بالدرجة الأولى عن نجم مقرى يا جابر دخل في الحسابات هزيمة أمام مولودية الجزائر داخل ديار ثم هزيمة الآن أمام شبيبة الثورة دخل في الحسابات الأمور معقدة. لو تعود شبيبة القبائل في الجولات الفارطة سيكون أول مهددين بالسقوط هو نجم مقرى لأن البعض يركز شبيبة القبائل وأتلتيك باردو حسابات البقاء في ليس فقط نجم مقرى في الأمل الأربعاء أيضا في جمعية تشلف أيضا لكن مقرى نسر تركز على مقرى أيضا لأنه مباريات تعو عنده خرجتين متتاليتين ويخرج إلى شبيبة القبائل يستقبله شبيبة القبائل في الملعب أول نوفمبر وجت النكسات هذه جاءت متتالية. الحسابات معقدة معقدة جدا. في المقابل شباب صورة مصطفى مدرب جديد بمنير زغدود أعتقد يا مصطفى أنه زرواتي يفكر في كأس الجمهورية بالطبع هي هذيك الشبيبة الثورة في السنوات الأخيرة تتألق محليا ولكن ما عندهاش لقب صح. فرصة لا هي فرصة متيحة لهم خاصة أن يعني تقريبا الفرق كل القوسين نقولوا الكبار ما نقولوش كبيرة نقولوا لها تجربة في كأس الجمهورية في الكأس يعطيك صحة يعني مركز مليح معليش خمس فرق من القسم الأول إلا خمس فرق إذا عندهم الحظوظ تاعهم راهي موجودة نضم بقدوم يعني منير زغدود عنده هو كذلك يعني عنده تجربة قادر أن يعني يوصلوا الفريق إلى المبتغى بصراحة مدرب عنده الإمكانيات وعنده الخبرة القارية والمحلية ساعد درموه نقولها بكل صراحة مظلوم
والله واحيانا لم يكن محظوظ. منعرج منير زغدود كان مع اتحاد العاصمة، بعدما حقق نتائج إيجابية ورائعة طلب منه أن يكون مساعدا، وكان عنده جرأة وشجاعة أنه لرفض ذلك، وبعد ذلك اتحاد العاصمة دفع ثمن أيضا نتائج. كان مدرب والله عدة مباريات الحقيقة تقال كفاءة. نعم يعني كانت أداء رائع لإتحاد، ورفض أن يكون مدرب مساعد. احنا ما نتكلموش مدرب أجنبي، مدرب الجزائريين. لما تشوف زغدوت مثالي كلاعب، مثالي كمدرب، كفاءة شخصية، مبادئ. لما ترفض باش تكون مساعد هنا تشوف بلي مشوار تاع مدرب تاع المستقبل. ان شاء الله ما مش نفس الفرصه كمدرب سيفرض سيفرض ربما فرصته مع شبيبه الثوره. عنده الامكانيات، عنده رئيس واقف على النادي، وعنده جمهور ايضا متعطش للالقاب. بلي ما لا مستقر اداريا الثوره برك. انا نتمنى اني يفوزوا بالكاس، لان هذا الفريق لا هذا الفريق لا حقو يا مصطفى. مصطفى حبيت كلمه اولا نقول لك مصطفى، احنا عندنا عاطفه وطن مع ابناء الجنوب. هاي بيناتنا لا نتكلموا بصراحه. شباب الثوره في السنوات الاخيره فعل ما لم تفعله نوادي اخرى بامكانيه اقل. فريق يتنقل اسبوعيا ما تنحيليش يا تفضل، لانه مصطفى دخل بطريقه ما تكلمش بالعاطفيه. هو شامبيون سامح سيده نورمالمون شامبيون لا يطلق لا الكاس لا جدي شامبيون. مي انا نتكلم واقعيا من القلب بكل صراحه. هذا النادي سنين ابهر الجزائريين، كان فريق صغير اصبح فريق افريقي وفرض نفسه في كل موسم في المراتب الاولى. التعب، تتصور هذا النادي في كل 15 يوم يسافر يلعب كاس افريقيا محليه. زين نحيي ثاني المسؤولين تاعهم على راسهم الرئيس، في كل مره يدير نادي، في كل موسم يدير نادي اللي يلعب البطوله بكل اريحيه، وهذا تحيه ونتمنى له بدون رواتب خياليه. نقول الاشياء كما هي. بارك الله فيك. زكينا لما ننتقد، ولكن لم تكن أشياء إيجابية نقولها، وهذا هو الموضوعية في الطرح والحيادية بعيدا عن كل الحسابات. اليوم حسين كان حيادي إلى أبعد الحدود. ما نيش فاهم فقط مصطفى كسي وضرع على حاب يركز على الكأس البطولة. اليوم كيما قالوا مثل عم وعسى الحوايج اليوم عم وداخلوا يا ربي. لا انا ما نقولش انا نقول عم بهم وماشي مخوف. لا لا الفار اليوم كان مع حسين يحيى. المهم نذهب الى مباراه اخرى مهمه. خساره شباب الوزداد في وهران تقلب كل الحسابات ايضا بالنسبه للقب، لانه الفارق ايضا اصبح 5 نقاط في وقت كنا نقول بان شباب الوزداد حسم الامور بنسبه كبيره جدا. في وقت اخر نادي بارادو يتلقى هزيمه اخرى بهدف بالنيران الصديقه. شاهدوا الهدف الذي سجله فريق شباب قسنطينه، يا هيكل يا قاسم، الهدف الوحيد في هذه المباراه. فوز غالي ومهم جدا. ولمين بغرانا يؤكد يا جابر يا نعمون، قلت ننتظر، ولكن مع مرور المباريات اللمسة واضحة. لما كنت معك في الحصة قلت لي انت يا ننتظر. انتظرنا 3 جولات لم ينهزم، حقق ما يجب ان يحقق، حقق 7 نقاط. فاز في ديربي الشرق ضد وفاق سطيف، فاز في مباراة ليكن في علم الجميع انه خرج لاعب بالبطاقة الحمراء ب10 لاعبين ب10 لاعبين. تعادل مع المدرب مولودية الجزائر في أحسن أحواله مع المدرب بومان. مدرب بوغرارة أنا نشبهه بالمدرب زغدود، دائما ما يثبتون كل فريق يحكمه يثبتوا أنهم كفاءات. وجب التأكيد والمواصلة، لأنه لما تكلمت أنت على الضغط شباب قسنطينة ماهوش سهل الضغط شباب قسنطينة. لذلك شباب قسنطينة أخلط الحسابات في البوديوم، لأنه 5 نقاط ستريسك بور شباب الوزداد. جابر وبغرارة التحقا في مرحلة صعبة جدا. بعد إضراب اللاعبين 25 يوم ومشاكل إدارية بين ماضوي كريم كما صغيرة برك. ولي الشرف أني لعبت مع صاحب المرتبة الأولى وصاحب المرتبة الثانية. تاريخ يكتب يا سادة في أصعب الأوقات وفي أصعب الظروف. ذكريني تحكيمية في المباراتين. بكل صراحة المباراتين في الثورة أنيس عزرين وفي قسنطينة بن شهيدة أدوا مباراة يعني
بدون اخطاء تحكيميه. شبان هادو هما مستقبل التحكيم الجزائري بكل صراحه، ادوا مباراتين جيدتين يعني بكل صراحه. حتى البطاقه الحمراء مستحقه لمعمر، سن صغار صغار اقل من 30 سنه، بطاقتين صفراوين لمعمر مستحقه يعني كنا نشوفوا فيها مستحقه. بشيده ادى مباراه ممتازه، وكذلك انيس عزرين ادى مباراه ممتازه بدون حالات تحكيميه تذكر. يلا نذكر مشاهدينا الكرام وجمهور برنامج في التسعين بابرز مواجهات الدوره الثمن نهائي من كاس الجمهوريه في هذه الورقه التي اعدها زميلنا انيس مزيان بعد عمليه سحب القرعه. وسط أجواء تنظيمية محكمة في مركز الجيش الوطني بابن مسوس، جرت مراسم حفل قرعة الدورين ثمن وربع نهائي كأس الجمهورية وسط تغطية شاملة للتلفزيون الجزائري الذي رافق الحدث بكل تفاصيله وزواياه. وبعد لحظات من الترقب والسسبنس، أسفرت النتائج عن مواجهات مثيرة ودربيات كشباب الزاوية الذي سيواجه مشعل بلدية حسي مسعود، فيما ستواجه شبيبة الثورة شباب جيجل. نادي بارادو سيواجه ترجي مستغانم في القسم الثاني، أما أولمبي أقبو الذي صنع الحدث باستراتيجية أكدت نجاحها لحد الآن سيواجه اتحاد خنشلة في مباراة تعد بالكثير. شبيبة الأبيار سيواجه حامل اللقب شباب الوزداد، بينما صفاء خميس مليانة سيستقبل جمعية أولمبي شلف. شباب برج ملاين ونجم مقرى في مباراة متكافئة إلى أبعد الحدود. أما شباب البرواقية وهو الذي صنع الحدث في هذا الدور سيواجه جمعية الخروب. هي مباريات تعد بالندية والإثارة والحماس، خاصة وأن الدورين السابقين حملا عدة مفاجآت فلا صغيرة ولا كبير في منطق كأس الجمهورية. طبعا هذه المباريات التي ستكون مثيرة حتما، وسنعود إليها في العدد القادم في الثانية تزامن مع الدور ثمن النهائي. مع الدور ثمن النهائي 29 يلعب 28 و29 برنامج في التسعين العدد القادم في 29. أيوة، إذا سنكون سيكون مباريات مبتورة. شباب الوزداد مباراة واحدة فقط، فقط لأن الفريق المتأهل الوحيد شباب أوكسيت واتحاد العاصمة. شباب بالوزداد فقط يكون مع البيار يكون. يلا نختم هذه الجلسة الكروية بعرس الصحافة وتتويج فريق كرم الجيري المدعم طبعا بتدعيم نوعي من قسم رياضي طبعا. سعيد فلاك دار لي ما ندارش في هذيك المباراة. وليد فرحاني، أنيس مزيان، حضور قوي جدا. حضور قوي أمام الحاكم قال لك. لا أنا ما حكمت ولا أمين بصغير كان عنده طول صغير. أمين بصغير نسيته. ساعة درت مباراة. درت مباراة الكهول. غادي تريد حوسين. غادي تريد حوسين. يلا نتابع موضوع خاص بنهائي دورة الصحافة ثم نختم هذا البرنامج سويا. كان الألجيري بطلاً لدورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة في طبعتها الثانية، طبعة توجت بنجاح من حيث التنظيم وإقبال العائلة الرياضية والإعلامية، وعرفت في يومها الختامي حضور وزير الاتصال محمد بوسليماني ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيت زفيزف وممثلين عن عدة هيئات وقطاعات وفاعلين في الرياضة. نثمن ونشجع مثل هذه المبادرات ونشكر المنظمين لهذه الدورة هذه اللي أصبحت التقليد اللي راهي كل سنة كل عام شهر رمضان يديروا هذه الدورة للصحافة الوطنية. واجب علينا أننا نكون حاضرين ونكون شركاء في كل التظاهرات اللي تنظمها الصحافة. الطبعة التي عرفت مشاركة 28 فريقا يمثلون مختلف وسائل الإعلام الجزائرية كانت من تنظيم المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين وجاءت تحت شعار لن ننساكم. عرس للرياضة الجزائرية في ظل هذا الحضور المميز من إعلاميين ورياضيين وأيضا حتى العائلات والجمهور العام، فأعتقد أن الدورة كانت ناجحة بامتياز وهذا بشهادة الجميع. أهنئ المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين على هذا التنظيم الجيد، كما أهنئ فوز قناة الجيري بهذه الكأس. السهرة الختامية افتتحت بمباراة استعراضية شاركت فيها
عدة وجوه فنية ورياضية. تحس باللي احنا كاع عائلة وحدة، احنا خاوة، احنا كاع كيف كيف نجوا لهنايا كما نقولوا حجة وفرجة، ومن طون نترحموا على هاد الصحفيين اللي ماتوا ربي يرحمهم. وبالعودة للمباراة النهائية، فقد واجه فريق كانال الجيري من التلفزيون الجزائري نظيره من الشروق نيوز، وفاز عليه بالأداء والنتيجة بأربعة أهداف لواحد. سي فريك سي ليكيب كي ريبريزونت كانال الجيري، مي بصح سي ليكيب ديال التلفزيون الجزائري. أنا أفتخر بهذا الفريق اللي يمثل التلفزيون الجزائري. مبروك علينا وكاع التلفزيون الجزائري، مبروك. الفوز تاعنا هو فوز كل الإعلاميين، وثانيا ترحموا على الزملاء اللي فقدناه. تورنوا جاست بيا الحمد لله، توجنا هذاك هو الصح. والجروب كاع يعطيهم الصحة، وشرفنا التلفزة الوطنية عموما. مشوار بطل لكانال الجيري حامل اللقب، المطالب بالعودة سريعا لجو التدريبات للدفاع عن لقبه في النسخة القادمة. فرحتكم هي فرحتنا. هذا هو الجانب الآخر، لأول وجه الآخر لزملائنا من إعلاميين، من مصورين، من تقنيين. طبعا نسينا اللوجي، نسينا كثير. لا سكتم سيلي العياشي كانوا كدير كثير لعب ما كاش ولي كاميرا ما تبعنا غدو يقولون على ما مهدي ومولي. قلت خلاص فرحتهم هي فرحتهم. خير نسيتهم الزملاء تاعنا. هيدا صح نكشف لك سر انه في مشروع فريق ايضا سينضم الى المنافسه قريبا تحت اشراف محمد زكريا. سيكون فريق مداعب قوي جدا على مدار موسم كامل في القسم الرياضي تحت اشراف الكريم. صعبت بلي كانت مباراه صعبه هذيك المباراه. كان عندك خدمه عامل كبير يجي يطيح. لا الفار لا ما يربي فيش يا عمار. بغض النظر عن المباراه اللي تكلمت عليها، انا كنت حاضر في المباريات، بعض المباريات، وعطيت شارط الانطلاقه في واحد المباراه. والله مستوى ممتاز، خاصه لي كونسلتون لي زونسيير جوار اللي دخلوا. لا اكيد بصغير اعطوا واحد عزيزه بزاف لاعبين ممتاز، مستوى ممتاز. انه يجب ان نحيي زميلنا يوسف تازيرت والقائمين على المنظمه الوطنيه يعني الصحفيه، يعني كل المنظمه، يعني بكل صراحه اعضاء المنظمه، كل اعضاء، كل القائمين، لانه فعلا هذه الدوره كانت ناجحه بكل المقاييس. مهم جدا ان نتذكر كل من رحل عنا وغادرنا. تذكرنا محمود قرباني ربي يرحمه، الحبيب بن علي، حمزة بركاوي ذكرني أيضا، عبد الرحمن مهداوي، كل الأسماء ذكرني. هيكل إن السيد زوبا الله يرحمه، مواقي الاتحاد. فعلا كل هذه الأسماء في لفتة طيبة ورائعة، لأن كرة القدم وهذه المهام التي نمارسها هي في نهاية المطاف العلاقات وهذه المحبة وهذا الشيء التي تربطنا أكثر مما تفرقنا. وكرة القدم تجمعنا، ومهنة الصحافة مهنة المتاعب أيضا تجمعنا مثلما لا يعني بكل صراحة تقوم المنظمة بدور كبير وكبير جدا. والسنة هذه في اجتماع الأخير طرحت عليهم أنا كان، لأن لما يديروا على اللي فقدناهم داروا رئيس فريق، داروا صحافي، داروا لاعب، داروا مدرب. الموسم القادم بإذن الله لازم تزيدوا تدخلوا حكم، لأن الحكم جزء لا يتجزأ من اللعب. في 10 ثواني ان الوقت انتهى. الله عطيتني كلمة سبحان الله مكتوبة. شوف انا نعطيك نداء ليك محمد والاتحادية والفيدرالية والمنظمة الحكام. كاين حكم مريض، هضرت في التليفون والله ما عنديش ميم با قبل ما ندخل لاخر، راه يبكي الهادي بغدادي. تعرف قال لي جو سوف تمناو له جو سوف جمسون ابوندوني. ان شاء الله نفضلكم كل المسؤولين، خاصة النداء حتما سيصل، لأنه أيضا القائمين على السلك التحكيمي أيضا لن ينسوا أبنائهم. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية هذا العدد 17 من برنامج في 90. شكرا لك جابر، شكرا لك حسين، شكرا لك مصطفى، شكرا لك أيضا لزكريني أو بين قوسين الفار في هذا العدد. الشكر أيضا موصول لكل عمال الاستوديو رقم 2 بقيادة المخرج هيكل قاسمي في الإشراف طبعا، وطارق بوفليح والإشراف العام لجمال بن علي. نلقاكم بإذن الله في قادم الأعداد.
تتابع مباريات الرابطة الأمريكية.